السلام عليكم ورحمة الله. بلادي من يدي طاغ إلى أطغى إلى أجفى، ومن سجن إلى سجن، ومن منفى إلى منفى، ومن مستعمر باد إلى مستعمر أخفى، ومن وحش إلى وحشين، وهي الناقة العجفة. بلادي في كهوف الموت لا تفنى ولا تشفى، تنقر في القبور الخرس عن ميلادها الأصفى، وعن وعد طبيعي وراء عيونها أغفى، عن الحلم الذي يأتي، عن الطيف الذي استخفى، فتمضي من دجى ضاف إلى أدجى إلى أطفى. بلادي في ديار الغير أو في دارها لهفة، وحتى في أراضيها تقاسي غربة المنفى. لا أراكم الله منقصة ولا مكروها، سلمتم أيها اليمانيون من كل منقصة وعيب وحزن وألم، فما لهذا خلقتم؟ وإن كان ما بيننا من المقومات المهدرة والسياسات العجفة المفقرة حالت بينكم ونعيم الروائي والنماء الذي الكل أهل له. مرحبا بكم مرة ثانية. هذا الرجل صاحب القصيدة ابن قرية بردون من محافظة دمار، يماني أصيل أحكم عور اتصاله بكل شيء حتى كاد أن يكون اليمن وتكون اليمن هو، وقد استشعر ذلك بحدسه وعبر عنه بقوله عندما سأله عن بلاده فقال: انظروا إلى وجهي، انظروا إلى وجهي ترونها، اليمن جميلة عاشقاها السل والجرب. والفكرة هنا للإشهار فتابعوها. منذ الربع الأول من القرن الثالث الهجري دخل اليمن معتركا صعبا، أصله السلطة والتسلط، وأسوأ ما فيه هو القفز على كراسي السلطة باسم الاستحقاق الإلهي. صراع كان اليمنيون بعيدين عنه بحكم تركيبتهم القبلية وأرومتهم وحضارتهم الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، ومن ثم تمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف الذي يأبى في كل الحالات التعدي على فطرة الله التي فطر الناس عليها في كل ما هو شيء، في كل شيء، حكاما ومحكومين. ما كان لليمنيين شأن بالصراعات المذهبية التي أطلت برأسها في عنفوان وتفريخ الجماعات التي شوهت صفحات مهمة من التاريخ الإسلامي، كانت لاصعة، ونتيجة لذلك سفكت الدماء واشتعلت نيران النعرات، واتسعت الفوارق الفكرية بين قابل ورافض، مؤيد ومعارض. ما كان لنا كيمنيين غاية في أي من الأطراف، لا زيد غايتها ولا يزيد ربان سفنها، ولا يزيد ربان سفنها، حتى تمكنت المذهبية من التغلغل في أوساط القوم بفعل ما أسمي أو ما يمكن أن نطلق عليه العاطفة الدينية المصنوعة لتجرف معها السذج من الناس، وتتشكل بالتالي تبعيات إلى تبعيات، وتقام هنا وهناك سلطات أهلكت الحرث والنسل بدون قيد أو شرط. حكام كانوا بالأمس محكومين تفرعنوا لإثبات وجودهم على الوجود الطبيعي، فكانت القسوة المدخل لتثبيت سلطاتهم. قتلوا الرجال بوحشية قل نظيرها، وسبوا النساء، وانتهكوا الحرمات جيلا بعد جيل، ولا حياة أو بالأصح مقامة إلا لمن أقام على عهدهم راضيا بالسيادة عليه، تابعا لمن يدعي الحكم فيه ومن نسله إلى يوم الدين، باذلا من حر ماله ما يفردونه بأسماء شتى لتفتقر الأمة وتثرى بقلة القليلة من الحكام المتعطشين للمزيد والمزيد من الأموال وحياة الدعة والوجاهة التي من صورها الآلاف من المطحونين يفعلون ما يؤمرون، وفي كل ركب يسيرون تسوقهم سوقا إلى قاع المجتمع صور شتى من النهب والسلب للحق العام والخاص، بعضها قسرا وقهرا وجبروتا، والآخر عن طيب خاطر وهلم جرا. فبالتالي ما قامت للبلاد قائمة
فالمبدأ الاقتصادي السالف الذكر أفقر التابعين وجعل من المتبوعين عالة غير منتجين، فلهم أقاموا دولة ذات أركان ولا تركوا لأحد فرصة للنمو والازدهار. وتلكم هي الفكرة للإشهار، وتابعوا. اليمن، وما أدراك ما اليمن؟ كل الذين زاروها من الباحثين والدارسين، وإن كانت في الغالب تخصصاتهم أدبية اجتماعية، خرجوا بمقولة واحدة: إنها اليمن جوهرة في يد فحام. أما لو تسنى للاقتصاديين وعلماء البحار والجغرافيين والجيولوجيين وعلماء الزراعة وغيرها من التخصصات، لو تسنى لهم الاقتراب لاختبار ما تحويه من ثروات طائلة وتحتوي عليه من أسباب النماء والازدهار ومقومات الحياة الكريمة، لوجدوا العجب العشاب. أحد الفحامين شخصية تنتمي بحسب قولها إلى عالم الباحثين والمحللين المتسكعين على أبواب مراكز الدراسات في الغرب، يبيعون الكلام الإنشائي حول ما يعرفون وما لا يعرفون. ذات مرة كان من سوء الطالع ضيفا على برنامج لي على الهواء، وبدون مناسبة تستحق الثورة، قال متبرما: ماذا لديكم لتفاخروا به؟ اليمن فقير، ليس لديه شيء مما يطمع الآخرين فيه. استفزني القول، ورددت بكلمات في الاحتجاج من صوت انطلقت منه أتحدث في عجالة مسابقا الزمن المتاح عن بعض الخصائص في الإشمال. ومن يومها أقفلت أبوابي دون كل من يدعي في اليمن منقصة. في التاريخ الحديث عاد القديم إلى بؤرة الصورة مشكلا واقعا يشد إليه خيوط الماضي والمستقبل، ومن علاماته وما يمكن أن نطلق عليه تحديث لصور المأساة، قوى خائرة تتصدر الموقف باسم نصرة شرعية شعب تلف به الدهشة وتتنازعه عوامل الصراع من أجل البقاء. الحوثيون يكادون يمثلون في الوقت الراهن جل المشكلة في التاريخ القائم، إذا لم نقل كلها، فقد جاءوا ليمدوا جسورا تربط أطماع الغرباء ماضيها بحاضرها. فارس دولة كانت غايتها البحر الأحمر وجوهرة آسيا وإفريقيا ورواسي السرات وسيدة المضائق، لتنتقم لعرشها الذي تهاوت أركانه ذات يوم من عمر الخليفة عمر بن الخطاب، مدعوما بجيش يماني قوامه 4000 مقاتل، يقودهم رجل يعد بألف فارس، عمرو ابن معدي كرب الزبيدي. الشق الثاني من المشهد من أسلم القيادة لطامعين لا يرون في جارهم اليمن أكثر من فريسة خارت قواها وحل ذبحها، والقوم بين هذا وذاك لاهون مندهشون آملون تابعون ومتبوعون، والفكرة للإشهار. في العام 2024 للميلاد استجدت التطورات المتسارعة في كل أصقاع المعمورة، وكأن العالم طبخة في قدر بحجم المعمورة ذاتها تنضجه أحداث جسام وحقائق تتكشف وأخرى تتشكل، وقوى صاعدة وأخرى هابطة، وتحالفات يعلو شأنها وأخرى تخبو وتتلاشى. فقراء أغناهم الله من فضله، وآخرون تراكمت ثرواتهم الربوية واتسعت أبواب الإنفاق وبالتالي الافتقار على مرأة ومسمع من الجميع، كذئاب وضباع تلمع عيونها في الغابة. يقرأ المحللون السياسيون صور تلك التحالفات وبناء عليها يسجلون توقعاتهم، دولا عظمى تتحالف مع ميليشيات وتمدها بالأسلحة التي لا تملكها دول عظمى أيضا، وأخرى تتسلل من قبائل يانكي الأمريكي ليشهد مصرع جبروتهم بالتقسيط غير المريح. اليمنيون قوم لهم شأن في كل الأحوال، وما كان بالأمس حلما سيصبح حقيقة لا مراء فيها، ولكن بشرط، شرط واحد: أن يجتمع شملهم لتقوى شوكتهم، يطلع نجم سعدهم. وتلكم الفكرة للإشهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.